اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي واشواقي. انا موجود في بلده تويكنهام في غرب لندن. البلده هذه قريبه من مطار هيثرو، من هاونسلو، من كينغستون، وكمان معروفه بوجود استاديوم ملعب الرجبي. فيها وجود للاقليات، جاليه عربيه عدد صغير، فيها جاليه اسلاميه عدد صغير. اقرب تيوب ستيشن لها اللي هي هاونسلو ايست، وهذه طبعا هي الترين ستيشن. حبيت اخذكم جوله في المكان وان شاء الله بنال اعجابكم. اعطونا سبسكرايب حتى يصلكم كل جديد. علم اوكرانيا. في تضامن كبير في هاي البلدة مع أوكرانيا. شوف الإعلام الأوكرانية بتغلب على هاي المنطقة. كنيسة أثرية هنا. كيف حالك؟ جريء على فكرة، مش خايف. إيش أخبارك؟ كيف صحتك؟ بالإمكان تركنا السيارات هنا باللين أو the embankment. Nice work. في مكان هناك للتجديف. هذا هو الريفر سايد اللي موجود في تويكنهام. بإمكان الناس تصف سياراتها على فكرة هنا، وبيجوا بتنزهوا على هذا الجسر أو على هاي الجهة. تعرف أرجيكم إياها؟ ممشى طويل هنا جوا هاي الجيت. يورك هاوس جاردنز. كان على فكرة مخفي، ما كتير ناس بيعرفوه. يا سلام، اديله. محل سمك هنا، شكله جميل. اوبا، حتسمع صوت الطيارات لانه احنا قراب المطار هيثرو. نظيفة بصراحة، لاحظت انها كثير في اعتناء من البلدية. بيعجبني المقاهي اللي زي هيك على الشارع الرئيسي. تعرف ارجيكم احلاها؟ بصراحة كثير حلوة. Sorry. لاحظت انه في كثير عدد من المحلات للتشاريتي شوبس. التشاريتي شوبس يعني هي محلات خيريه بتبيع شغلات انتيكه، شغلات قديمه او شغلات مستخدمه، وعليها اقبال حتى من الانجليز. هذا سوبر ماركت تركي، ميديترينيان مكتوب عليه. هذا المحل تركي، عنده لحمه حلال هنا ما شاء الله، وبصراحه محل كثير نضيف. هاي الشاب سلامات. اهلا اهلا وسهلا. اذا حدا بده يتبضع اغراض عربيه، مطاعم، لحمه، كل شيء عندهم، خضار، ما خضار، حتى ادوات منزليه حتى عندهم كمان. لاسره بصراحه مناسبه للعيشه، هاديه بشكل مش طبيعي، بس حتكون غالية لأنه إحنا قراب المناطق الغالية، ريتشموند وأماكن تانية. أثناء وأنا بتجول لقيت في هنا مطعم اسمه سدرة، مطعم لبناني، عندهم سندويشات جميلة. تعرف أرجيكم إياها؟ عندهم شغلات سندويشات وفلافل. هل الطواجين تونسية؟ تويكنهام فاجأتني، جميلة جدا. في حال حابين تيجوا انت والأسرة في الويكند، بصراحة بتقضي وقت ممتع جدا.
التاون سنتر حلو، وعندك الممشى هذا رائع جدا جدا. حستمر معكم ان شاء الله، وحتى التقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.